الاهلي. وخلونا نروح بقى لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، هي موجوده دلوقتي في فرع الجزيره النادي الاهلي عشان تطلعنا على اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية كالمعتاد نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة مهمة أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري. مباراة هتكون الساعة 8 مساء على استاد الأسكندرية. يعني النادي الأهلي كان اختتم استعداداته وأمس مستر بيتسو موسيماني عقد محاضرة مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران ليحدثهم بقى عن نقاط القوة والضعف عند فريق فاركو. كمان المران كان مبني على تدريبات بدنية وفنية، وكمان اختتموا المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين. من جانب آخر بقى مستر ميشيل يانكن طبعا مدرب حراس المرمى قام الحقيقة بعمل تمرين قوي لحراس المرمى، كان مبني أيضا على تدريبات مكثفة. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، إن شاء الله يقدروا يقتنصوا 3 نقاط جداد في مباراة النهاردة. كمان فريق ناشئين 2006 أمس تعادل مع فريق إمبي إيجابيا بنتيجة 1-1، ده ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الجمهورية. يعني طبعا كده ناشئين 2006 قدروا يقتنصوا نقطة واحدة من المباراة وقدروا يرفعوا عدد نقاطهم ل 45 نقطة. خلونا بقى دلوقتي يا كريم ونهواند نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة. رجال كرة الطايرة النهاردة هيكون عندهم مباراة مهمة أمام فريق سموحة، ده ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الترتيبي من بطولة الدوري. يعني طبعا حتى الآن رجال كرة الطايرة الحقيقة ماشيين بخطة ثابتة جدا في دور الترتيبي، قدروا يفوزوا أمس على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، يعني أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-20، الشوط الثاني بنتيجة 25-16، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-17. وطبعا كان افتتح الدور الترتيبي رجال كرة الطايرة أيضا بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 3-0، بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراة النهاردة. أيضا خلونا بقى نروح لفتيات الذهب، طبعا سيدات كرة الطايرة، والحقيقة أنه لا جديد يذكر. يعني أمس قدروا يفوزوا على فريق الشمس بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة أنه طبعا أكيد فريق الشمس فريق قوي وخصم الحقيقة كان فيه ندية في المباراة، لكن فتيات الذهب كالعادة كانوا على قدر من المسؤولية وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. يعني قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-12، الشوط الثاني بنتيجة 25-19، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-17. المباراة القادمة لسيدات كرة الطايرة هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق سموحة. نروح بقى للعبة كرة اليد. شباب كرة اليد 2002 قدروا أمس يفوزوا على فريق البنك الأهلي بنتيجة 29-26، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري المرتبط. يعني الحقيقة أن المباراة كان فيها ندية كبيرة بين النادي الأهلي والبنك الأهلي، لكن شباب كرة اليد كالعادة كانوا على قدر من المسؤولية وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. اخيرا بقى نروح للعبة كرة السلة. رجال كرة السلة النهاردة عندهم راحة من التدريبات، هيستأنفوا تدريباتهم غدا الساعة 12 الظهر. يعني طبعا يا كريم ويا هواند زي ما احنا عارفين انه دلوقتي في فترة توقف لبطولات كرة السلة، لكن رجال كرة السلة بيستعدوا جيدا للمرحلة القادمة. هيكون عندهم مباراة ودية يوم الجمعة القادم امام فريق هليوبلس، ده طبعا ضمن برنامج الاعداد لهذه الفترة. اول مباراة هتكون يوم 8/3، هتكون طبعا ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كاس مصر، وهتكون أمام فريق أصحاب الجياد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هم وكل الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم، مراسلة قناة النادي الأهلي من فرع الأهلي بالجزيرة. شكرا على هذه التغطية.